ممر كئيب زادت من شحوبه تلك الإنارة الزرقاء الخافتة، ممر شاق طويل وكأنه بلا نهاية. الطفل كمال يجلس على كرسيه المتحرك بعد أن كسرت يده وقدمه، يجره طبيب بخطى بطيئة متثاقلة، خطوات لا تريد أن تصل أبداً. عند الاقتراب من أي باب كان جسد كمال يرتجف بشدة، ومن عينيه يطل خوف الدنيا كلها. على أبواب إحدى الغرف توقف الطبيب وأقسم أنه سمع خفقان قلب كمال. فتح الباب وهناك على الأرض كان جسد صغير مسجى، جسد أخيه الصغير فراس. ربما هي الصدمة أو ربما آمال أطفال، بدأ كمال يناجي أخاه، يناديه، يدعوه للعب، ولكن دون جدوى. طبع على جبينه قبلة أخيرة، بدأوا يغادرون. عين كمال هي الوحيدة التي لم تفارق جسد فراس، وعند باب الغرفة صرخ كمال: فراس لم يمت، صدقوني لم يمت، رأيته يضحك، والله رأيته يضحك. كمال ومثله آلاف الأطفال في فلسطين يختبرون مبكراً قسوة الفراق الأخير. أهلاً بكم في السطر الأخير. سبعة وعشرون يوماً من الحرب، 27 يوماً غادر السلام مخلفاً وراءه عالماً من الركام، 27 يوماً بدت كموسوعة أرقام قياسية لأكبر عدد من القنابل. تخيل معي عيوناً صغيرة تتابع كل ما جرى، أي ذاكرة مثقلة تلك، أي أهوال انتزعتها من مهد براءتها. تخيل ارتجاف الأجساد الصغيرة خوفاً أو ألماً من جروح غائرة. تخيل حيرة صغير يبحث عن أبيه أو عن أمه ربما بين الركام. باختصار، البراءة هي الحلقة الأصعب في أي نائبة تختبر صبر الشعوب، واستكمالاً للجهود الإنسانية والدبلوماسية التي تقوم بها الإمارات لإغاثة الشعب الفلسطيني، وفي ظل الأوضاع الإنسانية بالغة الصعوبة التي تواجهها النساء والأطفال، وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله باستضافة 1000 طفل فلسطيني برفقة عائلاتهم من قطاع غزة لتقديم جميع أنواع الرعاية الطبية والصحية التي يحتاجون إليها في مستشفيات الدولة إلى حين تماثلهم للشفاء وعودتهم، وذلك تجسيداً لمواقف الإمارات الأصيلة ونهجها الراسخ تجاه دعم الأشقاء ومد يد العون لهم في مختلف الظروف. هذا الموضوع نتشرف بأن ينضم إلينا في الاستوديو الدكتور إبراهيم الدبل الباحث الأكاديمي. نرحب بك معنا دكتور في السطر الأخير. دكتور، 1000 طفل فلسطيني برفقة عائلاتهم سيتم استقبالهم واستضافتهم هنا في دولة الإمارات وفي مستشفيات الدولة لتلقي الرعاية الصحية والطبية. كيف ترى هذه المبادرة وكيف ستساهم في التخفيف من جراح الأشقاء ومعاناتهم في فلسطين؟
طبعا اللي يستعرض تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة يشوفها مبادرة عادية، بحكم أن تاريخ دولة الإمارات دائما مع القضايا الإنسانية، نعم، مع الأزمات والكوارث، وخاصة مع القضية الفلسطينية. بالنسبة لي أنا كإماراتي شيء طبيعي جدا أن القيادة السياسية، أن شعب الإمارات بالكامل يقف مع هذه الأزمة. استضافة 1000 طفل، طبعا الخبر معني طفل، معناته نحن نبحث عن أصحاب الضحايا الحقيقيين، فبالتالي استضافتهم مع ذويهم في مستشفيات الدولة معناته راح يعيشون في فترة معينة في مجتمع الإمارات، راح يكون لهم قبول من مجتمع الإمارات، راح يدخلون في التفاعل العاطفي مع القضية. نحن دولة الإمارات كقيادة وكشعب تعاطفنا ووقوفنا مع القضية الفلسطينية ليست مع من خلال 1000 طفل اللي راح يتم استضافتهم، تاريخ كبير نتشرف فيه كقيادة سياسية وشعب دولة الإمارات. بالتأكيد دكتور، الأطفال هم دائما المعاناة الأكبر في مثل هذه الأزمات، وهذا ما تلمسته رؤية صاحب السمو رئيس الدولة الله يحفظه. دائما مبادرات سموه ما كانت منصفة للإنسانية وتراعي أيضا البراءة. طبعا نحن لما نستعرض تاريخ سيدي صاحب السمو رئيس الدولة، مش الألف طفل فقط، يعني حتى نحن عندنا حملة الملاريا مع بيل جيتس اللي هي طبعا حققت أرقام قياسية على المستوى العالمي، وقوفنا مع عدة دول خاصة في مجال دعم الأطفال، تقديم خبرات معينة على المستوى العالم في مجال دعم الأطفال، بالإضافة للقضايا الإنسانية. بالنسبة لي أنا أشوفها شيء طبيعي جدا، يعني تاريخنا دولة الإمارات قيادة سياسية، وتاريخ سيدي صاحب السمو رئيس الدولة خاصة مع الأطفال شيء طبيعي جدا. نعم بالتأكيد، يعني هذا هو نهج قيادتنا الرشيدة دائما. الجهود الإنسانية الإماراتية تمضي دائما في سباق مع الزمن لإغاثة الأشقاء في غزة، مشهد يؤكد أهمية القضية الفلسطينية منذ قيام دولة الإمارات وحتى يومنا هذا. كيف تابعت هذه الجهود؟ أختلف معك منذ قيام دولة الإمارات، نحن مع القضية الفلسطينية حتى قبل قيام دولة الإمارات، يعني في سواء في حرب 67، قوات الردع العربية اللي كانت موجودة في لبنان، يعني وقوفنا الشعبي، يعني نحن حتى لما نحن كنا أطفال مدارس يعني كنا ندفع، يعني ساهم في قضية فلسطين، كنا نساهم بالتبرعات اللي كنا ندفعها. أنا شخصيا قبل 20 سنة في كنا في حملة كلنا فلسطين، أنا كنت المسؤول الإعلامي في الحملة، فبالتالي تاريخنا سواء على مستوى القيادة السياسية من المؤسس الشيخ زايد الله يرحمه، ثم الشيخ خليفة بن زايد الله يرحمه، ثم الشيخ محمد بن زايد الله يطول بعمره، والقيادة السياسية كذلك على المستوى الشعبي. فبالتالي وقوفنا مع القضية الفلسطينية وقوف على المستوى القيادة السياسية، وقوف على المستوى الشعبي، ووقوف على المؤسسات الوطنية اللي موجودة كثقافة يعني نعيش بشكل يومي وبشكل متواصل مع هذه القضية الإنسانية. نعم. الكبيرة. إذن موقف دولة الإمارات هو بالفعل موقف ثابت، موقف راسخ منذ قيامها بل قبل قيامها مثل ما تفضلت. نعم. أبناء الإمارات دكتور صغارا وكبارا شفناهم قبل فترة يتسابقون في حملة تراحم من أجل غزة، تلاحم الجميع من أجل دعم الأشقاء في فلسطين. كيف شفت المشهد؟ أرد أختلف معك مرة ثانية، طبعا نحن لا نتكلم عن أبناء الإمارات، أبناء الإمارات والمقيمين. صحيح. الآن حملة تراحم مع غزة كان إقبال كبير جدا، وأعتقد أن الجهة المنظمة نجحت بامتياز في التنقل من إمارة إلى إمارة ومدينة إلى مدينة، كان التركيز عليها بشكل كبير. شفنا آلاف المتطوعين سواء من الأطفال سواء من الكبار من الصغار من المقيمين من المواطنين حتى من المختلف الجنسيات، وبالتالي هي قضية إنسانية بالدرجة الأولى. نحن ما نتكلم عن الجانب السياسي في الموضوع بقدر ما نتكلم عن ضحايا حرب موجودة، فبالتالي يجب أن الجميع أن يقف مع الضحايا. نعم. دكتور مستمرين في حوارنا ولكن بعد قليل قناة إن شاء الله.
فاصل قصير ونعود لمتابعة السطر الأخير، ابقوا معنا. مرحبا بكم من جديد، وأعود إلى ضيفي في الاستوديو الدكتور إبراهيم الدبل. دكتور، خلال هذه الأزمة شفنا الكثير من المشاهد المأساوية، أبطالها دائما كانوا الأطفال. الحرب مؤلمة دكتور، أكيد. كيف بالإمكان الوصول إلى حل لما نشاهده كل يوم؟ طبعا حل القضية الفلسطينية طرحت يعني عدة حلول، لا أعتقد أغلب الحلول اللي معظم الدول المتفقة عليها حل قيام للدولتين، وبالتالي على أساس أن حدود 67 لمعظم الدول العربية تنادي بهذا الموضوع، دولة الإمارات من الدول التي تنادي بهذا الموضوع ضمانا لوجود الأمن والسلام في المنطقة بشكل عام والاستقرار السياسي والاقتصادي في المنطقة. نعم بالتأكيد دكتور، عندما يعني يستهدف الأطفال بهذه الطريقة المروعة والطريقة يمكن البشعة، البعض قد يتساءل أين المجتمع الدولي مما يحدث؟ طبعا الحروب لها ضحايا مثل ما ذكرتي بعض الأحيان. طبعا المجتمع الدولي، نحن الآن نتكلم الآن ممكن ناخذ الموضوع كعاطفة بدون عمل حقيقي في الميدان، أو أن يتم الأخذ بالموضوع بعقلانية وضمن الوسائل الدبلوماسية المتاحة. الآن نحن عندنا الوسائل الدبلوماسية، مجلس الأمن الدولي، المنظمات الدولية اللي موجودة، تحرك سياسي، ونحن نفخر يعني أنا كإماراتي وجود دولة الإمارات كعضو في مجلس الأمن الدولي، والوجود الإيجابي والمساهمة في اتخاذ بعض القرارات، وكذلك إلغاء بعض المشاريع القرارات اللي تم محاولة تمريرها. فبالتالي هذا مسار، يبقى المسار العاطفي اللي بعض الأحيان التعاطف، نفرق بين التعاطف والأخذ، والأخذ بالأمور بشكل إيجابي أو نأخذ الموضوع بشكل عاطفي. أنا أكثر ما أخشى أستاذ أحلام، وهذا رأي شخصي يبقى، أن الفوضى اللي موجودة في بعض الأحيان قد تؤدي، وهذا رأي شخصي حصري يعني غير ملزمين فيه، أخشى من وجود ربيع عربي جديد، لأن هذه الفوضى اللي قاعد تحصل بعض الأحيان قد تكون لها بعض الأحيان آثار سلبية، أخشى ذلك. طيب دكتور، على الرغم من الجهود اللي ذكرتها اللي تبذلها دولة الإمارات ولا تزال تبذلها أيضا لدعم الأشقاء في فلسطين، إلا أن هناك الكثير من الأصوات التي تريد أن تشوه الحقيقة، لماذا برأيك؟ آخر اتصال من صاحب السمو رئيس الدولة مع رئيس وزراء هولندا قبل ساعتين، صاحب السمو رئيس الدولة أجرى أكثر عن 60 لقاء واتصال وزيارة وتنقلات خارج الدولة في الأزمة هذه. وزراء وزير الخارجية، وزيرة التعاون الدولي، عندنا ممثلنا في مجلس الأمن معالي لارا نسيبة. فبالتالي ناخذ بالأسباب. عملية أن تعرض دولة الإمارات لحملات شيء طبيعي، وما ضر نهر دجلة يوم أن غاص فيه بعض الكلاب، وما على العنبر الفواح من حرج أن مات من شمه الزبال والجعلي، شيء طبيعي جدا. الإمارات يعني سياستها تساهم على الأشقاء في جانب، لكن في نفس الوقت الحياة ماشية. بكرة عندنا يوم العلم، مناسبة وطنية كبيرة نفتخر فيها، مقبلين على كوب 28، مقبلين على التواجد الإيجابي في هذا العالم، عندنا أزمة المناخ. فبالتالي دولة الإمارات تساهم في كل قطاعات المجتمع بشكل إيجابي. تواجدنا الدولي خاصة في موضوع القضية الفلسطينية تواجد إيجابي، شخصيا كإماراتي أفتخر فيه. يعني في دول كثيرة ممكن تنادي بالمظاهرات، شغلنا عملي،
من خلال المساعدات بالتأكيد. من خلال حجم من خلال أخذ الوسائل الدبلوماسية، من خلال تواجدنا الإيجابي في مجلس الأمن الدولي، وآخرها من خلال استضافة 1000 طفل فلسطيني جريح مع ذويهم وعائلاتهم. دولة الإمارات جانب العاطفي موجود، هي مبادرة إنسانية أكيد. دكتور إبراهيم الدبل الباحث الأكاديمي، كل الشكر على تشريفك لنا في استوديو صدر الحياة. الله يحفظكم إن شاء الله. كان للتصعيد الأخير أثر مدمر على الأطفال وأسرهم، وبات أطفال غزة ما بين قتيل ومصاب ومفقود، حيث ارتفع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة اليوم إلى 3760 طفلاً بحسب وزارة الصحة في غزة. كما أعلنت الوزارة أنها تلقت حتى اليوم 1150 بلاغ عن مفقودين تحت الأنقاض من الأطفال. هناك أيضا أكثر من 6300 طفل أصيبوا في غزة وفقا لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف، وكل 5 دقائق في قطاع غزة يقتل طفل فلسطيني وفقا لمندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة. وأيضا يوميا يقتل أو يصاب نحو 420 طفل في غزة بسبب الهجمات الإسرائيلية بحسب منظمة اليونيسف. 40% من إجمالي القتلى في قطاع غزة من الأطفال، والعدد مرشح للزيادة بحسب منظمة أنقذوا الأطفال مع توسيع إسرائيل لعملياتها. عدد الأطفال الذين قتلوا بقطاع غزة خلال 3 أسابيع تجاوز قتل الأطفال سنوياً بمناطق الصراع على مستوى العالم منذ 2019. ولكن ما الذي تقوله القوانين الدولية في استهداف الأطفال؟ انتظرونا في الصدر الأخير. أهلا بكم من جديد. منذ بدء أحداث الحرب على غزة وحتى الآن، البعض يعتقد بأن كل القوانين الإنسانية قد كسرت هناك، والأرقام التي قرأتها قبل الفاصل تؤكد هذا الواقع. حول هذا الموضوع يسعدني أن أرحب بضيفي عبر الأقمار الاصطناعية من القاهرة، الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي. نرحب بك معنا دكتور أيمن في السطر الأخير. دكتور، يعني شاهدنا أرقام صعبة، أرقام مرعبة حقيقة، 40% من إجمالي القتلى في قطاع غزة هم من الأطفال. ما هي القوانين دكتور التي تحمي البراءة وتحمي هؤلاء الأطفال من تبعات الحروب وويلاتها؟ اهلا وسهلا استاذه احلام، وتحياتي لحضرتك والسادات والساده المشاهدين والبرنامج الموقر السطر الاخير. بلغه الارقام والصوره اصدق من الكلام. في الحمله الاسرائيليه، حمله الرصاص المصبوب على غزه ايضا ديسمبر 2008 يناير 2009، لم نشاهد هكذا عدد وبشاعه وفظاعه من الاطفال ضحايا هذا النزاع المسلح في غزه ديسمبر 2008 يناير 2009. نشاهد أيضا منذ 24 فبراير العام المنصرم في أوكرانيا، وبمناسبة العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا التي نهزت الآن ما يربو عن العام ونصف، أيضا وبالرغم أن القصفات وضربات البوارج والطائرات والمدفعية والصواريخ طالت عشرات أو ربما مئات من الأطفال، ولكن في عام ونصف في نزاع مسلح دولي بين دولتين لم نجد مثل هكذا أرقام. نعم. أين القانون الدولي الإنساني الذي يحمي أطفال أثناء النزاعات المسلحة؟ نعم. الأطفال مثل النساء واللاجئين وأسرى الحرب من المجموعات البشرية اللي باللغة الإنجليزية vulnerable، أي
الأكثر عرضة للمخاطر والأخطار وهكذا. ومن ثم اتفاقيات جنيف الأربع التي صادرت عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر في أغسطس 1949 تمنح الأطفال حماية خاصة طالما أنهم أطفال ومدنيين بشكل عام وغير منخرطين في النزاعات المسلحة، يسبغ عليهم ويمنحهم القانون الدولي الإنساني ما كان يطلق عليه في السابق قانون الحرب حماية خاصة، أي أن أي انتهاك لحقوق الطفل لحمايته لحصنته أثناء النزاعات المسلحة تشكل جريمة حرب خطيرة بموجب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. دكتور البعض هنا قد يتساءل، يعني لماذا أصبحت حقوق الأطفال في فلسطين منتهكة بهذه الطريقة؟ يعني لما هذا الصمت؟ لما يعني هذه الازدواجية؟ أولا غزة تحديدا أكثر بقعة سكانية كثافة في العالم في كافة أرجاء المعمورة، والأطفال ربما عددهم في غزة يناهز 70 أو 65% من مجموع الكتلة السكانية البشرية في قطاع غزة. أما مسألة القانون الدولي وإزدواجية المعايير، ومن أسف هذا هو ديدن البشر، لأن كما تفضل ضيفكم الكريم الدكتور إبراهيم قال أي حرب أي نزاع مسلح في ضحايا، وأنا من جانبي شايف أن كل الجيوش والجماعات والميليشيات المسلحة تنتهك قواعد القانون الدولي الإنساني. ولكن إذا كنت بتسألي بقى سؤال محدد، أين القانون الدولي من حقوق الأطفال والطفل أثناء النزاع المسلح؟ أبشرك بأن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي سبق أن حاكمت من انتهك حقوق الأطفال أثناء النزاعات المسلحة، سواء كان في جمهورية الكونغو الديمقراطية أو في سيراليون أو حتى في أوغندا. بمناسبة في أوغندا محاكمة قادة ميليشيات الرب في أوغندا، وهي جماعة مسلحة من غير فاعلي الدولة في أوغندا، وقاموا بتجنيد الأطفال، وقاموا أيضا بارتكاب جرائم حرب في النزاع الأهلي في أوغندا كما حدث في سيراليون. وكانت محكمة سيراليون حضرتك بلغة الأرقام أيضا هي أول محكمة جنائية دولية خاصة تقوم بإصدار حكم قضائي ضد من قاموا بتجنيد الأطفال وهي جريمة حرب بموجب نظام هذه المحكمة الخاصة. وأيضا من فضلك أستاذ أحلام، بموجب المادة الثامنة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي أيضا. نعم دكتور، مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الله يحفظه التي تم إطلاقها بالأمس لتقديم الرعاية الصحية لألف طفل فلسطيني هنا في مستشفيات الدولة، كيف رأيتها وكيف ستساهم في التخفيف من جراح الأشقاء ومعاناتهم في فلسطين؟ مرة ثانية الصورة أصدق من الكلمة، بمجرد ما سمحت جمهورية مصر العربية بدخول المصابين والجرحى والمرضى من رفح من قطاع غزة ورفح الفلسطينية إلى مصر منذ الثانية الأولى، وهي المبادرة الوحيدة حتى الآن بلغة الأرقام وبكل حيدة واستقلالية وعدم تحزب الإمارات العربية المتحدة المشكورة، هي التي بادرت بهذه المبادرة الكريمة السخية، لأن الإمارات العربية المتحدة منذ عهد المؤسس الشيخ زايد رحمة الله عليه وطيب الله ثراه مسائل التضامن الإنساني والتعاطف والتراحم الإنساني، ومبادرة الإمارات الآن هي مبادرة تراحم وتلاحم وتضامن مع غزة. إذن هذا ديدن ومنهج الأسلاف الأبناء الآن يخلدوا ذكرى والدهم وذكرى الدولة الإمارات العربية المتحدة. وحين تحدث أيضا من فضلك الدكتور إبراهيم، حتى كانت حينما كانت الإمارات من ضمن الإمارات التسعة في العام 1968 وقبل إعلان الدولة في بداية السبعينات من القرن المنصرم، مبادرة كريمة ومهمة، ولكن أيضا لابد أن نسلط الضوء على ماذا فعلت البعثة الدائمة للإمارات العربية المتحدة في الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن غير مرة. هذه مسألة مهمة.
نعم دكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي من القاهرة، شكرا جزيلا على مداخلتك معنا. مشاهدينا وصلنا إلى ختام الصدر الأخير، إلى اللقاء.